لستم بخير، فلا تطمئن كثيرا. بلايين السكان من الكائنات الحية تنقرض من حولكم في العقود الأخيرة، والحياة البرية تعيش أزمة ليست الأولى في تاريخ الكرة الأرضية، لكنها قد تكون الأكثر خطورة. الحياة من حولنا تتلاشى حقا. مرحبا بكم في تفاصيل الانقراض السادس. استعدوا، فما ستعرفونه سيجعلكم تفكرون كثيراً في أيام العالم الأخيرة. النهاية اقتربت والكرة الأرضية تحتضر، لكن قبل أن تعرفوا التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. قنبلة بشرية تهدد الكرة الأرضية بالانقراض. الأسد ملك الغابة. تاريخياً كان يتجول في جميع أنحاء إفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط، حتى أنه يصل إلى شمال غرب الهند. اليوم تقلصت أعداد ملك الغابة وتراجعت مناطق تواجده وانتشاره إلى جيوب صغيرة فقط. مثال صغير عن الانقراض الذي نعيشه. البروفيسور جيراردو سيبايوس من جامعة المكسيك الوطنية المستقلة يقول منفعلاً: لقد أصبح الوضع سيئاً للغاية، ولن يكون من الأخلاقي عدم استخدام لغة قوية. نعم، العلماء غاضبون، يرون النهاية تقترب شيئاً فشيئاً، أسرع بكثير مما كانت عليه خلال ملايين السنين. ورغم مرور 5 انقراضات على تاريخ البشرية، إلا أن هذا الانقراض يثير القلق الأكبر، لأن المسؤول عنه هو الإنسان. فالانفجار السكاني وتزايد الحياة البشرية يجعل الحياة البرية تتراجع بسبب تدمير الموائل والصيد الجائر والتلوث، وبسبب التلاعب بالجينات البيولوجية للكائنات، واستغلال البشر للكائنات الأخرى في دراساتهم وتعريض الحياة البيئية لأخطار غير متوقعة. إضافة إلى دراسات العشوائية وتفرد كل من الدول الكبرى في التلاعب بموارد الكرة الأرضية والتي تسببت في تغيير المناخ الذي رمى بدوره بظلاله بقوة على العالم، إذ بات الجفاف يضرب أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية والفيضانات تضرب أجزاء أخرى. كما يحدث فقدان تدريجي بوتيرة عالية للتنوع البيولوجي، وقد استطاع العلماء البيولوجيين وضع تقييم للكائنات التي تخسرها الكرة الأرضية حالياً خلال انقراضها السادس. فما هي هذه الكائنات؟ إليكم الإجابة، وإن نسيتم الاشتراك وتفعيل زر الجرس فنحن بانتظاركم. فناء بيولوجي. في الدراسات الأخيرة وجد العلماء أن 50% من الحيوانات فقدت في العقود الأخيرة، وأن البيانات التفصيلية أثبتت أن 80% من الثدييات البرية حول العالم فقدت أيضاً، حيث اكتشف العلماء أن المليارات من مجموعات الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات فقدت في جميع أنحاء الكوكب، ما جعلهم يقولون إنه الانقراض الأخير. وبحسب التحذير الحرفي للعلماء فهم يقولون: من الواضح أن الفناء البيولوجي الناتج سيكون له عواقب بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، ستدفع الإنسانية في النهاية ثمناً باهظاً للغاية مقابل هلاك مجموعة الحياة الوحيدة التي نعرفها في الكون. وقد استنتج البحث أن بيانات 27500 نوع من الفقريات البرية تقلصت في العقود الأخيرة. وفي مثال بسيط أعطاه العالم البيولوجي المكسيكي سيبايوس قال: اعتدت أن تعشش طيور السنون كل عام في منزلي بالقرب من مدينة المكسيك، ولكن خلال السنوات العشر الماضية لم يكن هناك أي طائر. مثال آخر على بساطته، فهو يرمز للتغيرات التي نعيشها تماماً كحالة الأسد التي ذكرناها سابقاً، وكل المؤمنين بهذه النظرية يستشهدون بالاكتظاظ السكاني كسبب جذري للأزمة الحالية، واصفين الحالة التي نعيشها بالقنبلة السكانية. عالم ياباني يؤكد. أغسطس 22 و2000، باحث ياباني وعالم مناخ درس في جامعة توهوكو كونيوكايو
أكد أن نهاية العالم ستكون عام 2500، وهو موعد الانقراض السادس، حيث شرح الباحث في دراسته التي نشرها موقع Interesting Engineering كيف يمر كوكبنا بموجات من تغير درجات الحرارة، وأنه مع تسارع هذه الموجات وانتقالها من أقصى درجات الحرارة إلى أقصى درجات البرودة. وقد تنبأ العالم بأن أكبر الأوقات التي يقترب فيها الكوكب من الانقراض ستكون حين يصبح متوسط درجات الحرارة 7 درجات مئوية، وقد تبين له أن الكوكب حقاً هو في طور التبريد. كذلك ذكر الباحث في دراسته الانقراضات 5 التي ضربت الأرض خلال 540 مليون عام الأخيرة، والتي حصل أكبرها قبل 250 مليون عام، مودياً 95% من الكائنات الحية. فما هي هذه الانقراضات 5؟ لنتعرف عليها. الانقراضات 5 العظمى. من المعروف أن الديناصورات اختفت في انقراض جماعي، لكن انقراض الديناصورات واختفائها ليس الانقراض الوحيد الذي مرت به الكرة الأرضية، فهناك انقراضات أخرى قد تفوق أهميتها أهمية انقراض الديناصورات، وتسمى الأحداث 5 العظيمة، والتي جرت خلال فترة من الزمن خسرت فيها الأرض خلالها 75% تقريباً من كائناتها الحية. نبدأ معكم بسرد هذه الانقراضات ونذكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس. الانقراض الجماعي الأردوفيش المتأخر. استمر هذا الانقراض لفترة زمنية كبيرة، ويقدر العلماء فترة حدوثه بين أقل من نصف مليون إلى 2 مليون سنة تقريباً، وهو الانقراض الأول أو الأقدم في تاريخ الكوكب، حيث فقدت الكرة الأرضية خلاله 85% من الأنواع البحرية تقريباً. وفي بيان رسمي نشره على موقع يوريك أليرت، كتب الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا بيركلي سيث فينغان: لو سنحت لك الفرصة للغوص في أعماق البحار خلال العصر الأردوفيشي لرأيت بعض المجموعات المألوفة مثل المحاري والقواقع والإسفنج، إضافة إلى العديد من المجموعات الأخرى التي أصبحت الآن أقل تنوعاً أو انقرضت تماماً، مثل ثلاثية الفصوص وذوات الأرجل والكرنويدات. وفي تحليلهم لأسباب هذا الانقراض ذكر العلماء أن العصر الجليدي الشديد تسبب بانخفاض مستوى سطح البحر بمقدار 100 متر، ليؤدي تبعا لذلك إلى القضاء على 70-85% من الكائنات التي كانت تعيش في المحيط أنذاك. الانقراض الديفوني، انقراض الأشعة فوق البنفسجية، حدث قبل 359 مليون سنة وعام 2020 تحديداً. اكتشف علماء بريطانيون سببه المباشر، حيث أكدوا أن أكبر احتمال لحدوثه هو تأثير الأشعة فوق البنفسجية التي كانت قاتلة لمعظم الكائنات الحية التي عاشت في العصر الديفوني نتيجة استنفاذ طبقة الأوزون بسبب الاحترار العالمي الذي هو جزء من دورة الأرض الطبيعية. وبدراسة نماذج من النباتات المتحجرة التي افترض الباحثون أنها تعود للعصر الديفوني في غرينلاند وجبال الإنديز في بوليفيا، اكتشفوا أن الإشعاع كان المتسبب في مقتل هذه النباتات والحيوانات على اليابسة وفي المياه الضحلة، والتي لم ينجو منها إلا عدد قليل من الكائنات. أعظم انقراض جماعي في تاريخ الأرض. يعد الانقراض البرمي الترياسي أعظم حدث انقراض جماعي في تاريخ الأرض، حدث قبل 250 مليون عام، وتم فيه القضاء على معظم أنواع الكائنات الحية على كوكب الأرض، حيث قدر العلماء أن 95% من الأنواع البحرية انقرضت في هذا الحدث المهم، كما اختفت 70% من الكائنات البرية. كذلك أشارت الأحافير التي اكتشفها العلماء في جبال الألب إلى أن النباتات لم تكن أقل ضرراً من الحيوانات. وحتى اليوم فإن المعلومات حول أسباب هذا الانقراض مبهمة نوعاً ما، فالبعض يشيرون إلى أن هناك أدلة على وجود نشاط بركاني مأساوي وسلسلة من الانفجارات الضخمة تسببت بحدوث شتاء نووي أدى إلى زوال تلك الكائنات وإلى انهيار النظم البيئية البحرية.
في المقابل يشير علماء آخرون إلى أن السبب هو كويكب ضخم ارتطم بالكرة الأرضية متسبباً بموت عظيم أغلق حقبة قديمة من الحياة. انقراض العصر الترياسي الجوراسي، الموت الكبير بعد التعافي. استغرقت الحياة وقتاً طويلاً للتعافي من الموت العظيم الذي حدث في العصر البرمي الترياسي. بدأت المخلوقات بتحدي الطبيعة ببناء الشعاب المرجانية بالسيطرة لتغطي النباتات المورقة الأرض ممهدة الطريق لمجموعة من الزواحف تسمى الأركوسورات، وهي أسلاف الطيور والتماسيح والتيروسورات والديناصورات غير الطافية، لتتعرض الكرة الأرضية لضربة جديدة منذ حوالي 201 مليون عام. كانت الخسارة الناتجة عنها 80% من جميع الأنواع البرية والبحرية نتيجة ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ومضاعفة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بمقدار 4 أضعاف. الانقراض الطباشيري، أحدث انقراض جماعي بالكرة الأرضية، حدث منذ 66 مليون سنة والوحيد المرتبط بشكل نهائي بتأثير كويكب كبير انقرض فيه نحو 76% من جميع الأنواع على هذا الكوكب بما في ذلك جميع الديناصورات، حيث ارتطم كويكب بعرض 7.5 ميل تقريباً في المياه قبالة ما يعرف الآن بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية بسرعة 45 ألف ميل في الساعة. وقد أدى تأثير هذا الارتطام الهائل إلى إلقاء كميات هائلة من الغبار والحطام والكبريت في الغلاف الجوي ليتسبب في تبريد عالمي شديد ظهر تأثيره عكسياً على شكل حرائق الغابات، واندلعت تسونامي ضخم إلى الخارج من الاصطدام لتبدأ الحياة البيئية بين عشية وضحاها بالانهيار. ويرجح العلماء أن يكون الاحترار العالمي الناجم عن الانفجارات البركانية في ديكان فلاتس في الهند قد أدى إلى تفاقم الحدث، حتى أن بعض العلماء يجادلون بأن بعض ثورات ديكان فلاتس يمكن أن تكون ناجمة عن الاصطدام. تلك هي الانقراضات الخمسة الكبرى في التاريخ. واليوم تشهد الأرض أزمة في التنوع البيولوجي تنذر بالانقراض السادس الذي يهدد مليارات الكائنات. ووفق العلماء فإن الانقراض السادس يسير بأسرع ما كان متوقعاً، حيث أنه إذا مضى معدل الانقراض على هذا النحو دون تباطؤ فنحن على موعد مع النهاية في فترة تقدر من 240 إلى 540 عاماً. ويمثل تغير المناخ التهديد الأكبر والأطول أمداً، حيث أتاح حرق البشر للوقود الأحفوري محاكاة المقاطعات النارية الكبيرة كيميائياً من خلال حقن مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى في الغلاف الجوي للأرض كل عام. ورغم أننا لم نتجاوز عتبة 75% للانقراض الجماعي، فإن هذا لا يعني أننا بسلام، فالكرة الأرضية لن تنتظر كثيراً قبل أن تظهر العلامة القاتمة. فالفوضى التي تضرب النظم البيئية والمناخ اليوم تعرض الكائنات الحية في جميع أنحاء العالم للخطر، بما في ذلك البشر. إنها النهاية إذن، ونهاية وثائقي الانقراض السادس. فإن وصلت معنا إلى هنا فنحن يهمنا كثيراً أن تكون متابعاً دائماً لقناتنا، فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس.